شفايفي لسه عاملاه عند الزبده. ايه حلو؟ الله اكبر. تطلعني ليه؟ عشان نفخت؟ وعملت لها غمزه هنا وغمزه هنا. شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو تمزح من خلاله مع زوجها الفنان أحمد العوضي خلال استمتاعهم برحلة صيفية، ونشرت ياسمين الفيديو عبر حسابها على انستغرام، وظهرت برفقة زوجها أحمد العوضي بشفايف منتفخة باستخدام فلتر، وسألته عن رأيها في شفايفها ليرد عليها ضاحكا هطلقك. وكانت آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي مسلسل ضرب نار الذي عرض في رمضان الماضي 2023. أبطال ضرب نار ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، سهير المرشدي، مها نصار، هدى الإتريبي، وأحمد صادق، وعدد من الفنانين من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.